شهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين بتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك. وللمزيد عن احتفالات العيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، انقل لنا الأجواء لديك. نعم إيمان ومصطفى، كل عام وأنتم بخير والأمة المصرية والعربية والإسلامية بألف خير بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك. نحن هنا في ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على الاحتفال بأجواء العيد. هنا نتحدث عن أجواء تجمع ما بين أجواء نهر النيل، الأجواء الطبيعية الساحرة والخلابة، بالإضافة إلى أيضا الأجواء للعمارة والحداثة الموجودة هنا في هذا الممشى، ممشى أهل مصر الذي يفتح أبوابه يوميا من 9 صباحا وحتى 12 ليلا. هذا الممشى مكون من طابقين، الطابق السفلي اللي هو موازي لنهر النيل مباشرة، والطابق الأعلى أيضا هناك الكثير من المواطنين الذين جاءوا خصيصا للاحتفال بهذه الأجواء، أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك. نحن نتحدث عن مواطنين مصريين وأيضا مواطنين وزوار من عدة دول عربية وأجنبية. تحدثنا مع مواطنين من دول الأردن وسوريا وفلسطين والسودان والكثير من الجنسيات العربية والأجنبية التي جاءت إلى ممشى أهل مصر للاحتفال بهذه الأجواء الخلابة هنا في كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. وبالتالي نحن نتحدث عن متنزه ومقصد ترفيهي يقصده كثير من المواطنين وكثير من الزوار. هناك كثير من المواطنين والزوار أيضا يقومون بالتقاط الصور التذكارية مع هذه الأجواء الطبيعية وهذه الأجواء الخلابة. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن عملية تنظيمية منذ دخول المواطنين والزوار وحتى أثناء العملية الترفيهية وقيامهم بالممشية أو التمشية هنا في ممشى أهل مصر. هذا الممشى يتكون من مجموعة من المطاعم والكافيهات والمقاهي أيضا التي تقدم الخدمة للمواطنين. وبالتالي نحن نتحدث عن مقصد ترفيهي متكامل للمواطنين. وهذا الممشى ممشى أهل مصر أيضا في الفترة الأخيرة يعني حظى بإقبال كبير من المواطنين سواء في أيام العيد أو حتى خارج أيام العيد. ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أشكرك أحمد الحسيني على الهواء مباشرة، كنت معنا من ممشى أهل مصر.